النهارده يا بنات عامله لكم كريم الرز الكوري اللي اتشهر جدا جدا. الكريم ده يا بنات اولا هيشيل التصبغات خالص اللي ببشرتك، منطقه الفم لو عندك تصبغات غامقه، عندك هالات سودة. بصراحه يا بنات انا الكريم ده بصراحه بعشقه وعامله لكم من الابره للصاروخ، فخليكم معايا. الفيديو شويه طويل لكن صدقيني الكريم ده يعني اعتقد لو عملتيه بشكل صحيح وبالتفاصيل اللي انا قايله لك عليها مش هتحتاجي اصلا ان انت تحطي اي حاجه تاني على بشرتك ولا حتى المكياج. فلو عايزه تعرفي الوصفه ايه هي كملي معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا، منورين قناتي وقناتكم. يا ريت بس قبل ما نبدا كده في الوصفه بتاعتنا الجميله النهارده، يا ريت كده اللي بيحبني يكتب لي تحت كومنتات كتير ولايكات يا بنات، بلاش تبخلوا عليا لان لايكاتكم والكومنتات بتاعتكم صدقوني بتفرق جدا جدا في القناه بتاعتي وفي الفيديو. فيا ريت كده اول ما تشوفوا الفيديو ده اللايك بتاعكم الجميل واي كومنت تحت بقى قمر شبهكم كده. الوصفه النهارده يا بنات اولا مناسبه جدا لجميع البشره، يعني بشرتك دهنية، بشرتك عادية، حساسة، كل أنواع البشرة الوصفة دي مناسبة جدا جدا ليكي. المكون الوحيد اللي هنستخدمه النهاردة هو مكون واحد بس ومتاح عندنا في يعني العالم كله عنده المكون ده، لا هتحتاجي تنزلي تشتري حاجة ولا أي حاجة خالص من الكلام ده. المكون ده إيه بقى؟ المكون ده يا بنات وهو الرز الأبيض، تمام؟ الرز الأبيض ده اللي هو اللي احنا بناكله، يعني رز عادي. انا جبت حبه زي ما انتم شايفين كده غسلتهم كويس، اهم حاجه تغسليهم مره واحده بس، يعني على الاقل الرز اللي انت تستخدميه يكون مغسول غسله واحده بس عشان انتوا عارفين ان الرز بيبقى محتاج ان انت تغسليه اصلا، تمام؟ الكميه بقى يا بنات اللي انتوا هتستخدموها النهارده بصراحه هي كميه انا شايفه ان انت براحتك تستخدمي اللي انت عايزاه، لكن انا الكميه اللي هعملها النهارده لو انت عايزه تعملي نفس الكميه يبقى مش زي المقادير. انا استخدمت كده قدامك معلقتين كبار من الرز، حطيتهم في الطبق اهو قدامك، والرز زي ما قلت لك مغسول وكل حد دلوقتي زي الفل، تمام؟ انا عايزه اقول لك حاجه بقى يا بنات يعني مهمه في الموضوع ده. في بنات ممكن تيجي تقول لي انا عايزه رز، ممكن رز اسمر. بصوا هو انت ممكن تستخدمي رز اسمر بس يفضل ان انت تستخدمي رز ابيض، لان احنا عايزين رز الابيض لان هو فيه مكونات بتفتح اصلا البشره، تمام؟ اهو زي ما انتم شايفين قدامكم بدات ان انا اجيب حله صغيره كده او كسروله صغننه كده عشان احط فيها الرز بتاعي. احط يا بنات كوبايه كبيره من الميه وهبدا ان انا احط الرز بتاعي في الكسرولة اللي انتوا شايفينها دي او في اي حاجه تغليها، يعني براحتك حله صغيره انت تصرفي يعني، تمام؟ وهتبداي ان انت تحطي الرز المغسول فيها. في بنات ملحوظه كده بسيطه، احنا هنعمل النهارده الرز ده كانك بتعملي رز عادي، الفرق ما بين الرز والرز اللي انت بتاكليه هو الملح بس. هنبدا نحطه على نار هاديه، تمام؟ وهنسيبه يغلي على النار لحد ما الرز نفسه يستوي كانك كده هتاكليه بالظبط. لازم مهم جدا يا بنات الحته دي ان الرز يكون مستوي، يعني يكون ناعم، لان المكون بتاعنا النهارده هو الرز نفسه، تمام؟ زي ما انت شايفه كده انا حطيته على النار بدا ان هو يغلي، والرز طبعا لسه شويه ما بقاش مستوي قوي، فانا يعني ماشيه معاكم بالتفاصيل واحده واحده عشان بس ايه البنات اللي بتتوه مني وبتبوظ الدنيا خليك انت معايا، اما البنات اللي فاهمه هم هيعملوا ايه ممكن تجري شويه الفيديو، انا مش عايزه ان انا اعطلكم يعني، لان في ناس كتير بتقول انت بتحبي ترغي. لا انا ما برغيش، انا بشرح للبنات اللي يعني بيحتاسوا في المطبخ كده. بصوا بقى اهو ده رز قدامكم، انا طلعته من الميه صفيته وحطيته في الطبق. اهم حته هي الحته اللي جايه دي. ايه هي بقى؟ ان الرز بعد ما تصفيه كويس جدا من الميه هنبدا ان احنا نضربه في الكبه اللي قدامكم دي. الكبه او ممكن تضربيه في الخلاط، لكن لو هتقولي لي يا صوفي افضل الكبه ولا الخلاط هقول لك الكبه، يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت تضربيه في الكبه، تمام؟ ليه بقى؟ لما نضربه في الكبه هيطلع القوام اللي احنا عايزينه، يعني الكبه دي لما بتضربي فيها بصراحه انا بالنسبه لي لما بضربه في الخلاط مش بيطلع القوام اللي انا عايزاه، لكن لو مش عندك كبه ولا يهمك اضربيه في الخلاط حتى لو مش هيطلع قوام كريمي قوي زي ما احنا عايزين، بس ده مش هيوقفنا، لان المهم بالنسبه لنا مش الشكل، المهم بالنسبه لنا النتيجه والمفعول الكويس. بس انا عن نفسي بحب اضربه في الكبه لان يا بنات بجد بيطلع كريم كده شكل بصراحه جبار، يعني بيخليني انا حابه ان انا احطه اصلا على بشرتي او على اي منطقه في الجسم عايزه انها تفتح،
بدأت ان انا زي ما انتوا شايفين كده اضربه في الكبة بتاعتي، هضربه كويس لحد ما يبقى كريمي كده. بصوا بقى قمر ازاي كريمي جدا يا بنات، حاجة كده ناعمة كأن كريمي انت شارياه من بره اصلا. فبصراحة الموضوع يعني لذيذ جدا جدا. تمام، اهو الكريم يا بنات زي ما انتوا شايفين. هبدأ انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ هبدأ ان انا احط الكريم بتاع الرز بتاعي في طبق، او ممكن تحطيه على طول في البرطمان او العلبة اللي هتستخدمي منها الكريم ده. في انا اخر حاجة هعملها، بصي يا بنات الكريم نزل قمر ازاي، نزل كده ناعم كده وتحسي كده هو بيجري كده مع نفسه، حاجة حلوة جدا 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 يعني، قوام ناعم جدا. وهو ده بقى اللي بيعمله الكبة، يعني ده الفرق ما بين الخلاط والكبة بصراحة. عشان كده انا حتى لما بيبقى مش مفيش كبة متاحة حاليا او مش في البيت في كبة، ممكن اجل شوية الوصفة يعني، لكن ده مش حاجة هتوقفك لو مفيش كبة، انا مش عايزاكي توقفي خالص، لان الوصفة فعلا تستحق ان انت تستخدميها. في حاجة بقى يا بنات ودي اختيارية، تقدري ان انت تحطيها او لا، حاجة كده براحتك. كده احنا وصفتنا دي يعتبر خلاص خلصت، مفيش اضافات. لكن في اضافة انا بصراحة بحب احطها، وهي اللبن. اللبن اللي هو الحليب، احنا عندنا لبن في مصر بنقول عليه لبن، في دول بره ما اعرفش بيقولوا عليه ايه بصراحه، لان هم دي في لخبطه شويه، فانا مش فاهمه بقى. انتوا اكتبوا تحت الحليب اللي هو اللبن اللي قدامكم بتقولوا عليه تحت ايه في الكومنتات اكتبوا لي. حطيت يا بنات معلقتين كبار من اللبن، وهبدا ان انا اقلب الوصفه بتاعتي الجميله دي. ليه انا حطيت لبن؟ اللبن يا بنات حاجه جميله جدا للبشره، بيفتح البشره جدا، بيرطبها وبيدي لها تفتيح ونعومه. بصراحه انا يعني بحب ان انا احط اللبن اصلا على بشرتي. تمام، هفضل ان انا اقلب لحد ما الوصفه بتاعتي تبقى ناعمه جدا، واللبن يخش مع الرز ويبقى تمام. طبعا هلاقي بنات لطيفه جدا وعسل كده بيكتبوا لي تحت يقولوا لي ايه سوفي انت عملتي رز بلبن؟ ايوه عملنا رز بلبن، ونحطه على بشرتنا مفيش اي مشكله، ما دام الحاجه هتخلينا امارات يبقى هنعملها. تمام، بصوا يا بنات بعد ما قلبت اللبن وبقى كله مع بعض كده والدنيا دخلت كلها في بعض، الكريم بقى تحسيه كده ايه قطرة وقطرة واحلى، تقدري تحطيه على بشرتك كده بانسيابيه جميله جدا بصراحه. انا عارفه ان انا بتغزل في الوصفه، بس فعلا يا بنات المكونات دلوقتي كل حاجه قدامها مناسبه تعملها، قومي دلوقتي اعمليها. احنا داخلين على مناسبات كتير ومنها ضمنها العيد، عايزين كده نكون بننور يعني. تمام، انا قلبت الدنيا كده يا بنات بقيت كويس جدا. في حاجه بقى انا حابه ان انا اقولها لك، لو انت حابه تحطي اي نوع من انواع الزيوت اللي بتفتح البشره والجسم حطي، زي زيت اللوز المر، زي زيت الزيوت اللي هي زيت الورد اللي بتفتح الجسم، لكن اتاكدي ان انت مش عندك حساسيه من الزيوت دي، الحاجات اللي انت متعوده عليها. تحطي كده نقطتين ثلاثه وتقلبي كويس زي ما عملنا في اللبن وبس كده. تمام، الوصفه دي تستخدميها قد ايه؟ انا الوصفه دي يا بنات لما لقيت فيها نتيجه كويسه جدا كنت بستعملها بطريقه، اول ما بصحى الصبح بعمل الماسك ده واغسله اول ما ينشف تمام جدا، وبمشي كده على بشرتي بقطنه فيها ميه ورد، وقبل ما انام احط الماسك ثاني لحد ما ينشف واغسله واحط ميه ورد. فضلت على الحد ده 3 4 ايام، والله العظيم يا بنات فعلا وشي كان بينور، كل العيوب وكل الهالات وكل بقى المشاكل اللي بتبقى بسبب هرمونات بقى تغيير، وبسبب بقى الهالات لما بتيجي من ارهاق سهر بقى الليالي بقى والكلام والاغنيه والكلام ده كله. فالوصفه بصراحه يعني نجحت معايا جدا. في بنات كمان بتقول لي اليومين دول ان حوالين الشفايف حاجات سودة وعايزين يفتحوا المنطقه دي. بصوا انتوا مش هتلاقوا احلى واجمل من الوصفه دي للمنطقه بتاعه السواد حول الفم. بصراحه يا بنات حاجه قمر يعني، حاجه قويه جدا جدا جدا، وعلى ضمانتي الوصفه بسيطه جدا وسهله، مش شايفه بصراحه ان فيها اي مشكله ولا اي صعوبه. قومي اعمليها دلوقتي وكده. طبعا الـ 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 الحاجه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي او البخاخ ده انا هحط الكريم بتاع الرز فيه عشان ده بيسهل لي جدا. في حاجه يا بنات اساسيه جدا جدا في الوصفه دي لازم تعملوها، وهي ان انت بتحتفظي بالوصفه دي جوه التلاجة. مهم جدا يا بنات جدا الحتة دي مش عايزاكي تنسوها، بتحتفظي في الوصفة دي كل ما تستخدميها تطلعيها من التلاجة تحطيها على بشرتك وبعدين ترجعيها تاني التلاجة. تمام، مهمة جدا 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 الحركة دي يا بنات، لان اولا الرز بيفسد لما بيبقى بره، وكمان لو هتحطي لبن هيفسد اكتر. الوصفة دي بتقعد معاكي قد ايه؟ بتقعد معاكي اسبوع، بعد الاسبوع ارمي الوصفة واعملي وجدديها. بس كده يا بنات زي ما قلت لكم الوصفة بسيطة جدا، يا ريت تعملوها. وكمان هقول لكم حاجة، الوصفة دي مش للوجه بس، هي بتستهدف الوجه بشكل خصوص يعني بشكل خاص، لكن بشكل عام هي للجسم، ممكن تحطيها في المناطق الحساسة، ممكن تحطيها في الاندر البكيني، الحاجات دي كلها بجد بجد
حلوه جدا يعني وقمر. لو عايزه تفتحي ايدك الكلام ده كله فهي هتجيب معاكي نتيجه قمر 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 للعيد بقى، كل المناسبات الجميله كده الحلوه. بس يا بنات انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس انا بحب ارغي معاكم والله. يا ريت تكتبولي تحت كومنتات وقلوب بقى كتير بقى وحب وكل الكلام ده. ولو انت عايزه وصفه معينه اكتبي لي تحت اللي انت عايزاه، واكتبي لي تحت بقى انت منين والكلام ده كله عشان عايزه اعرفكم. بس يا بنات احنا كده وصلنا لنهايه الوصفه بتاعتنا. تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، تمام؟ عايزه كده ايه حاجات حلوه كده الفتره الجايه. بس كده يا بنات اشوفكم على خير ومع السلامه.